184 عالم منهم حصلوا على جائزة نوبل في المجالات كلها، وهذا رقم عظيم بالنظر إلى تعداد اليهود في العالم. بناء على هذه الإحصائية كنا ننتظر مثلا أن 1.4 مليون مسلم سيكون عدد الجوائز 24,920، لأن عدد المسلمين في العالم هو 117 مرة عدد اليهود، وبالتالي كان ينبغي أن عدد جوائز نوبل يكون 117 مرة عدد حاصلي جائزة نوبل من بين اليهود. هل تعلمون كم عدد جوائز نوبل التي حصل عليها مسلمون؟ 9 جوائز فقط، 9 جوائز فقط. 12 مليون يهودي حصلوا على 184 جائزة نوبل، و1.4 مليون حصلوا على 9. يا لها من خيبة. ومن هؤلاء 9 هناك على الأقل 2 لا يعتبرون مسلمين: نجيب محفوظ الذي تم تكفيره بسبب رواية أولاد حارتنا وكاد يقتل سنة 1997 بسبب طعنة سكين، والثاني الباكستاني عبد السلام لأنه أحمدي قادياني، والأحمديون يعتبرون كفار عند التيار الرسمي للمسلمين. 9 ناقص 2 يبقى 7. 7 يا خير أمة أخرجت للناس. حرام حرام. والجهل سيستمر ما دمنا نرى شيوخا أمثال الدكتور صفوة حجازي يريدون مقاطعة القهوة لأن شعارها في نظرهم يهودي. هل تنتظرون الحصول على جوائز نوبل في ظل جهل كهذا؟ أحفاد القردة والخنازير واخدين 184 جائزة نوبل وخير أمة أخرجت للناس أخذت 7. مين هي خير أمة أخرجت للناس في هذه الحالة لو أردنا أن نستخدم هذا المعيار؟ مين اللي نفعت العالم أكثر؟ تريدون المقاطعة؟ فليسجل الدكتور صفوة حجازي هذه اللائحة من المنتوجات، وأرجوكم أن تقاطعوها. أول منتوجات الجينز. الجينز احنا في المغرب نقول له الجين. اخترعه يهودي ليفاي ستروس سنة 1873، ولهذا كانت هناك ماركة ليفايس، وبالتالي أنا أطالب كل المسلمين أن يخلعوا سراويل الجينز ويحرقوها. أطالب الشيوخ والعلماء أن يمنعوا أولادهم وفتياتهم من ارتداء الجينز ومقاطعتي لأنه اختراع يهودي. لماذا تقاطعون القهوة فقط؟ الجينز من اختراع إخوة القردة والخنازير، فاحذروا أن تلبسوه. أحمر الشفاه ليبستيك اختراع يهودي سنة 1915. إذن كل نساء المسلمين ليقاطعوا أحمر الشفاه لأنه اختراع يهودي. شوفوا اختراع آخر تحمروا به الشفاه، أما الليبستيك فأرجوكم أن تقاطعوا. قلم الحبر بول بوينت هذا 1938 مخترعه يهودي اسمه لازلو بايرو، فلتقاطعوا كل أقلام الحبر الجاف لأنها اختراع يهودي. أرجعوا للكتابة بالريشة مثلا لا لأقلام الحبر لأنها من إنتاج إخوة القردة والخنازير. التصوير اللحظي، التصوير اللحظي أيضا اختراع يهودي 1947 إدوين هيربرت، فأرجو أن تقاطعوا اليهود ولا تأخذوا صورا قط وترجعوا لهم المصورات لأنها حرام من عند أحفاد القردة والخنازير. الريموت كنترول 1950 باي روبرت أدلر هي اختراع يهودي أيضا، فكل مسلم وكل مسلمة ليتخلصوا من الريموت كنترول لأنها اختراع يهودي. كل مسلم أو مسلمة يمسك الريموت كنترول في إيده الآن ليتذكر أنها من اختراع من ينعتهم بأنهم أحفاد القردة والخنازير. شفت؟ لولا أحفاد القردة والخنازير ما كنتش حتتفرج بسهولة على القنوات.
ساعة القلب أو منظم القلب cardiac pacemaker، هذا من اختراع اليهود 1952. كل شيخ مريض بالقلب وكل مسلم عنده مشكل في القلب فليرفض أن يقوم بعملية يزرع له فيها منظم قلب، لأنها اختراع يهودي، قاطعوه. وكل مسلم لديه هذا الجهاز في قلبه فليتذكر أن قلبه يحمل الآن شيئا عمله إخوة القردة والخنازير، أعداء الله ورسوله كما يسميهم، المغضوب عليهم. مش عارف مين المغضوب عليه في هذه الحالة، الذي ينقذ حياة الناس باختراع كهذا أم الذي يريد قتل الناس. قاطعوا هذا الجهاز ونشوف حيحصل إيه. شريط الفيديو، شريط الفيديو اختراع يهودي اخترعه شارلز سنة 1950. فليرمي المسلمون أشرطة الفيديو وليستغفروا الله على كل شريط فيديو استخدموه، لأنهم بذلك قد ساعدوا اليهود المغضوب عليهم. أكيد سجلت قرآن على أشرطة فيديو، كيف تسجلون كلام الله الطاهر على شيء اخترعه اليهود النجسون؟ أكيد سجلت على أشرطة الفيديو خطب جمعة وتلاوات قرآن وبرامج إسلامية وأدعية وصلوات في المساجد. كل تلك التسجيلات حرام، لأنها سجلت على شيء اخترعه أعداء الله من اختراع أحفاد القردة والخنازير. أرجوكم ارموها وقطعوها. الليزر، ليزر اختراع يهودي، أشعة الليزر اختراع يهودي من طرف جوردن جولد سنة 1958. تخيلوا كل الاستعمالات للليزر الآن بما فيها العمليات الجراحية، لولا اليهود لما كانت. فليقاطع المسلمون هذا الاختراع في كل استعمالاته اليومية، وليرون بماذا سيعوضوه من شريعتهم. إنه الغباء، الجهل. شيوخ يطالبون بمقاطعة القهوة وهم لا ينتجون إبرة واحدة، كل ما يجيدونه هو الكلام الفارغ، الكلام الكاذب والترويج لإشاعات باطلة. مرة أخرى، لست أدافع عن اليهود، لكن يصعب علي الإنسان المسلم الذي يجلس أمام التلفزيون ينصت إلى شيوخ يبيعونه الوهم ويحرضونه على المقاطعة ولا يقولون له الحقيقة المرة، وهي أن العالم الإسلامي يعتمد كليا على المنتوجات الغربية بما فيها تلك التي هي من اختراع اليهود. إنهم يخدعونكم بكلام كذب في الماديات وفي الروحيات أيضا، فاستفيقوا يرحمكم الله، استفيقوا يرحمكم الله.